لو تدرون شو يعني كلمة تيراميسو باللغة الإيطالية؟ يعني أحملني. شوفوا أنا أشيل البسكوت وأحطه، أغطاه وأشيله. أشيله يعني كلمة أشلها يعني تيراميسو، فعشان شي سموا هذه الأكلة بهذا الاسم بمعنى أحملني. جبنا لكم هاي معلومة مش وايد من الناس يعرفونها، أنا متأكدة. أحب دائماً لما أتعلم أي وصفة عن أي شيء أسأل أهل البلد نفسهم، هم أخبر بوصفاتهم، فلما ألتقي بأي شيف إيطالي أو شيء أستفيد منه قد ما أقدر. الحين بنشيل من الكريمة اللذيذة هذه، بنسكر عليها وبنوزعها. شوفوا الطريقة وايد سهلة وسريعة. سووا دائما الحلويات وخلوها في الثلاجة، يمكن يتخلون عليكم الضيوف فجأة وكل شيء عندكم يكون جاهز.